خلي بالك يا ابني من العربية، اوعى حد يلمس عربية الباشا، أنا حذرتك أهو، خلي بالك. كل سنة وأنتم طيبين. مريم كريسمس. اسمهاش كده صح؟ مريم محمود كريسمس؟ أنا الأسامي دي بتعصبني، زي كلمة راس السنة كده، يقول لك 12 وديها هنبقى في راس السنة. يعني احنا 12 لديها كنا في رقبة السنة. ده احنا في شهر 7 بنبقى في باط السنة وأيام قرف. والله الواحد ما بيبقى طايل فلنا اللي عليه. بس احنا الشباب المصري لينا طقس حلو كده في الاحتفال، يجي يقول لك راس السنة، لا ده احنا نضرب السيجارتين الجمال. يقول لك الحق الواد عليها خطب، خطب لا ده احنا نلف السيجارتين التوال. الحق البت منا نجحت، نجحت ده احنا نشتري السيجارتين اللزاز. طموحنا ومن واحنا صغيرين ان احنا يتقبض علينا، ده اللي بنسعى له. تلاقي الشاب الناصح في الشارع يقول مش كفايه مخدرات، احنا نشرب كاسين ينسونا كل المخدرات اللي في حياتنا. ليه بنعمل كده؟ انا طول عمري سواق مع الباشا ما بيعملش حاجه. عاكس نظر يا كريم يا رب. كريم يا رب، ربنا يديلك يا ابني ويرزقك ما يحرمك، ربنا يحرمك ما يرزقك يا ابني. انت بتدعي الدعوة وبتلغيها وانت واقف. ربنا يكرمك يا ابني اي حاجة. حاضر، طب قول كده زي وانت داخل يا حاج. عاجز نظر. الله، ما تقدم في ذا فويس. ما خلاص يا ابني بقى كدز. اي حاجه يا اي حاجه. ايه اللي انت لابسه؟ انت شحات؟ امال المهندس بترول؟ ايوه صح صح، انا اسف يا حاج، انا اسف. خد دي 200 جنيه مقطعه كده كده ما بتتصرفش، هتتكتب لي حسنه. امسك. ربنا يكرمك يا ابني حبيبي، ربنا يرزقك من واسع يا ابني، انت ابن حلال هيكرمك ان شاء الله. حبيبي يا عم بوب مارلي حبيبي، بس حلو لوك الشعر ده. يعني عشان الفلوس اللي اديتها لنا هتتريق عليا؟ خدها. لا لا انا اسف يا حاج، بس اختفي دلوقتي عشان البيت بتاعي لو جه ما بيحبش يشوف شحاتين، هيعاملك وحش. يا ابني ما اي حاجه انا اخدها منه برضه يعني يا عشان كامل جي. انت يا سواق، يا سواق الزفت. ربنا يرزقك يا ابني. ايه يا شحات؟ ربنا يكرمك يا ابني. يا كامل، كامل اطلع من ورا الشجره، مش شايفك. ربنا يرزقك يا ابني. الله يسهلك، ما تلمسنيش. انت ايه؟ هتلمس الباشا؟ هتلمس الباشا يا شحات؟ يا باشا اي حاجه، انا ما فطرتش يا باشا. ما تفطر، معيش فلوس افطر يا باشا اي حاجه. اوعى. وانا ايه هفطرك انا؟ ربنا. انا اللي هفطرك يا شحات. اديني اي حاجه اروح اديك. ايه؟ ما انت صحتك زي البومبه اهو، ده انت لو بعت شعرك تبقى اغنى مني. ماشي يا باشا ماشي، ربنا يرزقنا ويكرمنا زي ما رزقك وكرمك. يا عالم يا عالم، ايه اللي هيحصل بعد 10 دقايق اما الديكور ده يتغير؟ الراجل ده لا متنبي لا قاري ورق المسرحيه كويس. الراجل ده حرق العرض. اسمع مني والله، ده ما يقولش حاجة غير عن خبرة. هنعمل له يحرق ده الأستاذ براحته. المهم بص يا سيدي، أنا جهزت لك حفلة راس سنة، جبت البلالين والأزايز وكل حاجة فل. لا لا لا، حفلة راس السنة السنة دي هتبقى مختلفة تماما. أيوه يعني إيه اللي هيبقى مختلفة؟ تجيب واحد غلبان هتتريق عليه زي كل سنة. لا لا، زهقت من اللعبة دي. أمال هتعمل إيه؟ أنا هجيب تجار اللي هم البيئة. اللي هم تجار خردة وكده. آه معاهم فلوس كتير بس بيئة، وهيموتوا وأخلص لهم شوية مصالح طبعًا. آه طبعًا، هم ما شافونيش قبل كده. أيوه ما يعرفوش شكلك خالص. خالص. فأنت هتلبس لبسي وتقف مكاني في الحفلة. مش هينفع والله يا باشا. معرفش ابقى هايف، انا اسف. نعم قصدي الناس عارفين شكلك. لا هي اللعبه كده، انت تلبس لبسي فلما تقف قدامهم وهم يكلموك انا اقعد اضحك. مش هينفع، انا اللي عازمهم على الحفله، عارفين شكلك. فكر في حد. نجيب خالك؟ لا خالي كلهم عارفينه، ده مسجل خطر ومثبتهم في الشوارع. يبقى حماتي. حماتك؟ حماتك لو حلقت دقنها تجيبك بالظبط. ايوه شكل. بس هي عامله دوجلاس تحفه عليها. حماتي عامله دوجلاس؟ انا اسف يا باشا، انا اسف. كانت بتهزر، كان عرض كده. انتوا عيله كلها، ربنا مديك فلوس واخد المخ. بقول لك ايه، احنا معانا فلوس كتير. صح. نعمل اللي احنا عايزينه، ما تتدخلش يا كامل في عيلتنا. خلاص هنجيب مين يعمل مكانك؟ طيب انا عندي فكره كويسه جدا. إيه؟ جدا جدا. ايه؟ ايه رايك نجيب الشحات؟
اللي قال لي يا عالم بعد 10 دقايق يحصل ايه؟ شفت كان حاسس. يا لهوي ايه ده مكشوف عنه الحجاب ده؟ نجيبه هو بس ده عايز شغل كتير ده. لا ما هو دي عليك انت بقى، عايزك تمسكه وتظبطه تشيل له شعره دوت وتلبسه احلى بدله عندي. حاضر يا باشا من عناية، تبقى حفله زي الفل. عشان حفله راس السنه دي تبقى مختلفه تماما. دي هتبقى مختلفه خالص والله. كده بالساهل وجابت لي هلوسه واتنان، ليه كده دايما عندي مشاكل وحياتي زفت وخطفان؟ نفسي اشوف السنه يوم واحد من غير ما اكون تعبان. حاضر جايه بهوات اهو، جايه بهوات يا منورين. حلوه الحركات، تاخدوني معاكم بعرف ارقص والله. الجماعه مستنيينكم على حمام السباح، برقصوا هناك بالمايوهات واخر ملياطه. اتفضلوا حبيبي. يا سميره، يا سميره. ايوه يا عرفه، في ايه؟ يا سميرة. ايه عارفة المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ اهو جاي نشتغل يا ست هان. ايه عارفة انا عمري ما اشتغلت في حياتي وجايبني اخدم هنا. ايوه هنحط القرش على القرش، يمكن بقى نتجوز ونخلص بقى من الحوار ده. انت عمرك ما حطيت قرش على قرش اصلا. هذا كذب، كذب. يعني انا كدبه؟ اي نعم. طب قول لي انت كنت فين بقى امبارح؟ لقد كنت جالس على الاريكه اشاهد عصام كريكه، واذا بمناد في اذني ينادي ويقول لي يا هات لنا جبنه رومي. ده مين المنادي ده؟ كانت امي. تصدق انت كذاب؟ عشان انا كلمت امك قالت لي ما شفتوش طول النهار امبارح. يا ويلي.
أمي جاءتني في منامي وقالت لي يا عرفة اجري هات لنا زبادي. مش كان جبنة رومي من شوية؟ ما هو تفسير الجبنة الرومي زبادي في الحقيقة في الحلم، تاخدي بالك. وبعدين؟ فنزلت مسرعا على السلم وتوجهت إلى كشك عم ماهر وناديت عليه وقلت له يا عم ماهر افتح، لكن عم ماهر لم يفتح إطلاقا. فنادت عليه مرارا وتكرارا لكنه لم يفتح. كان صوتك ككولة من داخل أعلى من صوتي في الخارج فلم يسمع. عم ماهر ما كانش في الكشك امبارح. يا ويلي كان أحمد ابن عم ماهر. أحمد في السجن من شهرين. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. أخذت الجبنة الرومي واتجهت إلى البق. شكلك قفشتيني. أيوة قول بقى أنت كنت فين امبارح؟ كنت في السايبر. يا نهار أسود سايبر تاني يا عرفة؟ إحنا مش قلنا هتبطل السايبر ده؟ مش قادر أبطل السايبر، مش قادر. لازم تقدر يا عرفة. مش قادر أبطل يا عرفة. أنت أقوى من كل حاجة، أنت أقوى من ميدال أوف أونر وجاتا وكونتر. لا قلت لهم بلاش موازيك بس ما بيسمعوش الكلام. قلت لهم بلاش موازيك وبلاش سنايبر، بلاش سنايبر، مراتك هتضربوا من السنايبر. يا عرفة انت اقوى من بيت 16. لا ما شفتيش ميسي فيها عامل ازاي؟ ما شفتيش الصاروخ فيها عامل ازاي؟ فريرة ده الصاروخ بيدخل جول. ده انا حافظ شفرة منتخب العالم. سهم من فوق سهم من تحت يمين شمال يمين شمال اكس دايرة. انت مش فاهمة حاجة. ده انا بروح بلعب لعبة الجرم معاه في الراجل يقعد يمشي كده. وليه ليه ليه ازاي تخنق جارك؟ ليه اخنق جارك؟ وابص على مراته في الحمام ليه؟ مش عارف. بيعلمونا الحاجات دي ليه كلها؟ معرفش. بص هو مش قادر ابطل، مش قادر. انت هتبطل بحل واحد. ايه هو؟ تديني القبض بتاعك كله كل اول شهر. مش انا بطلت. اول ابص جسمي ظبط ازاي؟ اه والله نزلت والله شويه. جسمك ظبط ايه؟ انت اصلا بدات الدايت ولا لسه؟ مش قادر اعمل دايت. مش قادر. ليه مش قادر؟ فاول يوم في الدايت كل ما اروح البيت الاقي امي مره عامله محشي وفراخ، مره بمبار ولحمه. دي لو قصدك تخليني عجل مش هتعمل كده فيا والله العظيم. امال في يوم الفري بتعمل لك ايه؟ بتعمل لي عدس وتقول لي ده اللي عندي اطفحه لو كان عاجبك. مش قادر اعمل. معلش ايه مالك؟ في ايه؟ عايز اعمل حمام. طب ما تخش الحمام. مش قادر اعمل حمام. ليه؟ الميه في الشطافه تل تل. ده انا لو في الاسكيمو مش هتبقى كده. معلش مش قادر. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو صاحب القصر ده غني قوي؟ قوي 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 يعني؟ قوي. طب ما نكلمه كده يعني يجيب لنا حتتين عفش، شقه صغيره، عربيه محندقه، الماز لو حب عقد نوري كده خفيف. ماليش انا في امور الشحاته دي يا ماما. حرام عليك، ده احنا بقالنا 7 سنين مخطوبين مش عارفين نتجوز. ماليش دعوه ما اشحتش برضه من حد انا. معلش خلاص انا مش هخدم هنا. خلاص يا ست هريح. لو لقيت اي حد من العمال اللي هنا مش بيرضى يشتغل ولا بيتدلع كده ولا كده اديله على عينه. اشتغل مديره يعني؟ ايوه. طب يلا قدام الجرع الشغل يا من اولها مديره عليا. أيوة يلا بسرعه. يلا يا اختي. يا فريزر يا فريزر ده فين يا فريزر؟ انا كليبر. محدش شاف فريزر؟ يا فريزر يا فريزر. انا فريزر. الانتخابات فيه ايه؟ انا فريزر يا كليبر. ايه يا فريزر؟ انت سايبني واقف مع الجيوش برا والحسينة والدنيا دي وداخل ترقص في الاستعراض؟ ما انا كنت بشوف بس. ولابس لي مايكل جاكسون وشكلك عرة. ولابس لي شراب كورة على لبس مايكل. ما انا كنت دخلت عشان اشوف القصر بتدخله منين ونهرب منه ازاي. احترم نفسك يا كليبر وركز. الجيش واقف برا والتاريخ بيكتب كل كلمة هنعملها دلوقتي. خلي بالك اي حاجه غلط هنروح في داهيه. حاضر. ماشي يا كليبر. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعرف الدنيا كلها احنا مين عشان خاطر التاريخ بيكتب كل حاجه. حاضر. يلا. نحن كليبر وفريزر جئنا من الحمله الفرنسيه لكي نقتل السلطان ونحتل القصر. ايه القصر؟
بتعرفش تشكل ما تشكلش. ايه القصر ودي؟ بقول لك التاريخ بيتنايل بيكتب اللي احنا بنقوله. هي القصر بس في اخر الكلمة، اخر الجملة القصر بس، عايزها مسكونة، القصر مسكونة بس. مسكونة يعني انا اقول القصر اقول انت هتستقبل يالا ولا ايه؟ مسكون القصر السكون. السكون علامة الرضا معروفة. السكون علامة الرضا. تقف مع ام شوقي يالا ولا ايه؟ في ايه يا؟ ما انا معرفش. طيب السكون ايه اللي علامة الرضا؟ السكون يا على الجملة. القصر واسكت. حاضر. في ايه؟ خلاص انا اسف. يلا عشان التاريخ بيكتب. ماشي. نحن كليبر وفريزر، جئنا من الحملة الفرنسية لكي نقتل السلطان ونحتل القصر. انت ايه نظامك بقى في ايه؟ والله ما انا قلت لك ما تشكلش. مش لسه قايل ما تشكلش؟ خلاص ولا كسر ولا كسره. ما قلت لك عايزها ساكنة. عايزها ساكنة، القصر ساكنة. سكنها لي. احنا نجيب لها كتفاصيل. اللي سكنها لي سكنها لي يا ابني. هو القصر مصدع؟ اتفصت ايه؟ امال ايه طيب؟ يا ابني السكون السس يا ابني العلامه الدايره اللي بتتحط على ام اخر الكلمه في اخر ام الجمله فبتبقى القصر بس. حاضر. مش مشكله يعني السكون اللي هي من غير اي حاجه زفت على قصر واسكت. مش عارف اقولها انا. حاضر. ما تقرفناش. خلاص. نحن كليبر وفريزر، جئنا من الحملة الفرنسية لكي نقتلك. فرنسية؟ أيوة. في إيه؟ إيه اللي فرنسية؟ مش إحنا فرنشاويين؟ فرنشاويين إزاي؟ مش كنا بندرس دوينش وفرنش؟ ده في مدرسة السعدية الكلام ده. السعدية بنين هنا في الجيزة. ما معرفش طيب. ادوشتي ايه وفرنش ايه؟ اسمها فرنسا. فرنسا. والقصر واسكت. حاضر. وفرنسا ومتلخبطش بقى. حاضر. والقصر وفرنسا. حاضر. نحن كليبر وفريزر، جئنا من الحملة الفرنسية وهي حاجة قديمة للفيلم. ايه ده؟ حسيتها كده والله. حسيتها ايه يا ماشي بالاحساس كده والله؟ هي بالاحساس. كليبر وفريزر نشيلوا اي حاجه قديمه للبيع. ايه طالعين بالحمله العتبه؟ اي حاجه قديمه ايه؟ كليبر وفريزر اي حاجه قديمه؟ انت ناقص تخش تقول ساكسونيا بنص الناس. هتستعبط ياض. خلاص انا اسف. انت قائد يالا. حاضر. انسى ان انت مأجر اللبس. اللبس ايه؟ في ايه؟ انت محسسني انا جايبينه من كمال مرق اللبس مأجرينه. بس يا عم شكلنا من الطوابق انا وانت اساسا ولا فريزر ولا زفت. بس ما تفتحناش. طب ركز. في ايه؟ في حمله وفي جيش. انا مركز. خلاص انسى كل حاجه. انا هبقى قائد الحمله. هتعرف تقود الحملة؟ أنا قائد. أنا اللي هقودها. أنا اللي قائد الحملة. أنا قائد الحملة. أنا قائد. اشمعنى أنت تقود الحملة؟ عشان حملة مني. بنت الخاينة. قاعد معاها امبارح ولا يبان عليها حاجة، خبية. عرفت؟ خلاص قودها أنت، أنا موافق. ماشي. ماشي، قود أنت الحملة. معاك جيش؟ لا. معاك سيوف؟ لا. معاك سلاح؟ لا. أمال هتقودها إزاي؟ معاك إيه؟ معايا أنت. معايا انت؟ معايا انت ازاي؟ مش معاك جيش؟ ايوه. معاك فرسان؟ ايوه. معاك حصنة؟ ايوه. خلاص ما احنا معانا كل حاجه. ايوه يبقى انا اللي اقود الحملة. لا انا معايا اهم حاجه مش معاك. معاك ايه؟ معايا الجواري. الجواري؟ جيشك لما يحارب ويتعب ويحب يقعد ساعة انس ومسخره. ايوه مع مين؟ مع الجواري. اذا انا قائد الحمله. انت كده مش قائد الحمله. انا مش قائد الحملة ابدا. امال ايه؟ ده كده اريا للحملة. وانا كوبري الجيش بتاعي. يبقى اريا للحملة وكوبري الجيش يقتلان السلطان. يا سلام. تتكتب في التاريخ دي ايه؟ نبقى عبرة.
مش مهم الالقاب، مهم بقى خلاص كده انت الحمله. طيب ماشي ماشي خلاص. هنسمي الحمله ايه؟ هنسميها على اسم كليبر. كليبر بس صحيح ليه سموك كليبر؟ سموني كليبر لان انا احسن جول كليبر في فرنسا. احسن جون كليبر اسمها جون كيبر. لا يا حبيبي، كيبر دايما يخش فيك خمس تجوان، يخش فيك اكتر من 10 تجوان يبقى اسمك كليبر زي. يا سلام. ايوه مين الحمار اللي فاهمك كده في فرنسا؟ انت مين اللي سماك فريزر؟ تعرف سموني فريزر ليه؟ ليه بقى؟ عشان انا بارد ثلاجة بستحمل المتخلفين اللي زيك. تعرف انا لو ما بستحملش المتخلفين واسمي فريزر كنت مت من الشلل اول ما طلعنا من فرنسا. اول ما طلعنا يمين كده كان جالي شلل بسببك انت والجيش المتخلف بتاعك. ليه؟ ماشيين بالحسينه كلكم بالظهر كلكم. ماشيين بعكس اتجاهكم بالحسينه من ساعه ما طلعنا من فرنسا 4 سنين عشان نيجي القصر. عين الطريق اللي قدام. كلكم ماشيين لورا يا اخبيا. خلاص بقى فريزر بقى، والله انا بحبك يا عم. ربنا يكرمك كده وتخلف عيل وتسميه ديب. ده ليه ده؟ عشان يبقى عندك ديب فريزر. وتخويه كده وتجيب واد وتسميه كاتل. كاتل؟ وتجيب بنت وتسميها توستر. الله، والعفش كله عليا؟ امال هي هتجيب ايه؟ ما انا اللي هجيب كل حاجه. يا عم خلاص بقى، اهو انا اعزمك دلوقتي على ايه؟ واحدة كوكاكولا. ايه ده؟ ايه؟ دي سخنت. سخنت؟ هات انا هسقعها لك. انا فريزر. هات يا عم تسقعها. هساعد قوي يا عم. استنى اعطلك في التلاجة. لا. ايه؟ تلاجة لا. سخنها لك. لا ما تسخنهاش. مش عارف والله. تلاجة سخنة. مش عايز احشم خلاص. طب انت حر بقى، انا عامل حساب للعطش اللي انت فيه. خلاص مهم. خلاص. تعرف ان الجيش بره؟ كله بره وجاهز. الجيش ده لازم يتحمس. ايوه. لا اما هيسيبونا ويجروا. هنعمل ايه؟ ما ينفعش العبط اللي احنا فيه ده، لازم نقف قدام الجيش. نقف قدامه. نشيد حماس الجيش. ايوه. نشيد حماس الجيش الفرنسي. نشيد جمهورية فرنسا العربية. عربية ايه؟ ايه جت عليا؟ انت متخلف. ركز ما تقولهاش عليا. غلط. عادي. نشيد حماس الجيش ابدأ. يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا، يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا، يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا. ما شافش المزازة بحضان الشباب في أرض فرنسا، ولا شاف الميوهات البكيني الشداد. عالبحر في فرنسا ولا اشترى عطور من الحسين اللي في فرنسا. ده انا حتى خالتي اسمها خالتي فرنسا. اصله ما عداش على فرنسا، اصله ما عداش على فرنسا. يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا، يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا، يا حبيبتي يا فرنسا يا فرنسا. شيل حماسك يا بره. سخنت والله، سخنت قوي. طبعا ماشي بكليبر ولا ماشي بكلب؟ كليبر. من هوا وللجيش؟ كليبر كليبر. اسمعوا الكلام ازاي؟ خلاص خلاص. ده قائد عظيم يالا. ايوه. انت في ايه؟ يا ايجي. ايوه. يا فرنسا. يا دلع دلع على البيوت. ايه البيوت دي؟ شايف على البيوت عامله ازاي؟ حاجه علاقه. ده كباريه ده ولا بيت يا عم؟ كباريه يا دي. انت بتفهم؟ شايف البيت كله احمر فاحمر وقلوب، تحس ان صاحب البيت ده بدوب. لا بقول لك يا عم، ما
ما تيجي نمشي يا عم الحفله دي. نمشي ايه؟ انا ما بحبش بقى جو التطبيل بقى، ونقعد بقى نظبط مع الراجل عشان مصلحه، ما بحبش كده. بقول لك ايه صاحب البيت ده الوحيد اللي في البلد ده يمشي لنا المصلحه، فما تقعدش. ما بعرفش يا عم انا اقعد اطبل واعمل الجو ده. ما تبقاش لحفه، هتطبل وهتزمر وهتعمل كل حاجه، وبعد كده بقى ايه في حاجه حلوه؟ إيه؟ هنظبط بنات. ايوه بقى. سيب لنا موضوع الهوس بص بتاع الراجل ده، وانا مالكش دعوه بيه. وانت اشرب لك كاسين هتلاقي الدنيا ماشيه معاك صح. مهلبيه عشان الواحد يفك بقى. تفك فكاكان السنين، ما تقلقش انت ماشي. ايه انت ايه انت بكبره ماشيه رفي؟ ايه شغال ايه ولا بتبيع ايه انت معي على هذه الطاوله؟ ايوه ما تشتهي انت ان تريد، تقعد عليك ان تفكر وان تتامل يا اخي. تامل معي على هذه الطاوله واختر انت ما تريد منها. يا عم ده ايه ده برنامج عذاب الروح ده يا ابني ولا ايه؟ ما تشتهي فقط انت، عليك ان تتامل وعليك ان تختار. فاختار يا اخي. انا مش عايز اختار، انا عايز اتوب. تعال يا عم بهدلتنا في. بقول لك ايه اللي معاك ده؟ عايزين ناكل. معايا كنبه. كنبه ايه؟ بقول لك عايزين ناكل مش نقعد. نيله انت حمار يا ابني جاهل. كنبي البهوات لغت، كان زمان بيه. ايوه كمل معي. باتون سالي. وربنا ما نسينا حاجه، احنا لسه جايين حضرتك. معي سيمون فيمي. هو اللي فايب، اديله مخالفه. انا زال احنا مش فاهمين حاجه يا عم، هناكل ايه؟ ايه ده؟ معايا بقسماط وكيكه. ايوه كده صلى على النبي. هتقول كده يا عم انت هتقرفنا. معايا بقسماط وكيكه. معايا بقسماط. شغال ايه؟ انا سيرفيس. يعني انا محترمك كل ده وتطلع سواق ميكروباص؟ انت حمار. سيرفيس سفرجي. خدام يعني. لا سفراجي. خدام سفراجي. خدام في ايه؟ سفراجي. انت خدام. ايوه خدام. مش كده خدام. انت الرفارف عندك اوسع. اوسع ايه؟ يلا يا خدام. يا زليل يا كلب ودني ابوس ايدك. ما انت عادي، ما انت عامل شعبان عبد الرحيم اهو، محدش كلمك. في ايه؟ ده مش شعبان عبد الرحيم. امال ده ايه؟ ده انا ليوناردو دي كابري في تايتانيك، شايف الفرق؟ ده في تايتانيك؟ ده تايتانيك، ده الخط ده تايتانيك بس. مش بالصرم على وشك. بعدين انت لابس قميص وزراير. شايف دي؟ الواد ده شكله فلبيني، قال كلام مش ما فهمتوش. يا عم ايه الحفله البايخه دي؟ يلا نروح يا عم. لا نروح ايه يا ابني؟ ما تبقاش كلام في كده، هنظبط بنات دلوقتي. ما انا كل ما نيجي نظبط بنات بتقول لي انت اللي بوظتها. لا ما انت عشان بتبوظها. البنات يا ابني بيحبوا ايه؟ الدم الخفيف. الواد كده اللي ايه يبقى كلامه حلو كده وفاكك كده. لا ما بيحبوش الشمبانزي هم. بيحبوش الشمبانزي. لا ده شمبانزي ده حبيبي. بيحبوا البني ادمين عادي. ماشي عادي. تمام؟ تخش على البيت كده تبلفها بكلامك الحلو. ايوه كده كلام الحلو. لف حواليها كده وهي بتتكلم عشان ما تعرفش انا بكلمها من انهي ناحيه. تلف حواليها؟ تصدق هديك بالقلم على بوزك؟ انت عبيط. تلف حوالين ايه يا ابني؟ يا ابني تبلفها بالكلام الحلو، الكلام المعسول. ماشي سهله سهله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجماله ده؟ ايه الطعامه دي؟ في كده في الدنيا؟ وتيجي في الاخر الجمله تقول لها وراكي حاجه النهارده؟ وراكي حاجه النهارده؟ ده لما تاخد صاحبك وتروح الجيم. تقول له وراك حاجه النهارده يا زميلي، وتروح الجيم مع بعض. تمام إيه؟ دي بنت رقيقه. تقول له وراك حاجه النهارده. ماشي ماشي خلاص فهمت فهمت. كمل. وراكي برقه. وراكي حاجه النهارده؟ وراكي حاجه النهارده؟ لا موريش. كدابه. انا وراكي اشلها. هتغلس عليا اوقفها انا بقى. هضربك بالجزمه. طب كمل. هتطفش يا ابني البنات كده يا ابني. لازم تبقى خفيف كده وحلو. بعد ما تقول لها الكلام الحلو ده بقى تقوم عامل ايه؟ تقوم واقع من طولك. ايه الهبل ده؟ اسمع مني. تقول قلبي وتقوم واقع. ايه العبط ده؟ قديم قوي ده. مش قديم. اسمع مني، اللي انا لابسه ده مش من فراغ. افهم الدنيا ماشيه ازاي. افهم. ماشي. قلبي وتقوم واقع. تصعب عليها. اما يجي اي حد نجرب. بس تجرب وما تفضحناش. يا سلطان. سلطان بعد اذن حضرتك ما شفتش سلطان بيه؟ طائر الليل الحزين. ايه الجمال؟ وراكي حاجه النهارده؟ ايه السعاده في كده؟ ده زفت اللي انت عملته. ما ولا اي حاجه. اوكي. طب ما شفتش سلطان بيه؟ شفتش سلطان بيه بس. وراكي حاجه النهارده؟ ده انا اتسرعت. انا اتسرعت. اللي هو جاي معاكم عارف. تعالى هنا. كلب بلدي واقف ما شوفش حركه. خلاص يا فندم. لا انا سيطرت على الموقف جدا. لا لا
كمل يا فندم. ايه القرف ده؟ وبتقول لي ما اعملهاش شمبانزي، ما انت عامل لها جدي اهو. ماشي يا عم كمل، انا هسكت. اسكت بعد اذنك، عايزه سلطان بي. سلطان بي، بس قبل ما نسال على سلطان بي اوعى اوعى بقى دلوقتي بقى اديها. اخرب بيت اهلك. اسكت. اصل انا شريهان خطيبتي. انت شريهان خطيبه سلطان بي؟ ايه ده؟ والله انا ايه ده؟ حبيتها. ايه ده؟ بس عسى ده كلب وراح عادي ولا اكن في اي حاجه. ايه ده؟ عادي كلاب في الشوارع بتطلق، ما نعرفش كلاب دي مين اللي بيطلقها الكلاب دي. ولا اكن في حاجه. قوم يا اوفر يا قوم. ايه ده؟ ايه متولي يا ابني؟ ايه ده بجد ولا ايه؟ ياه اصحى ياه. كده كده قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا. يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هتوفى التاني يا هادي. خلاص كده خلاص هادي، خلاص هادي، خلاص فتيس، خلاص مفيش هادي، خلاص كرينا وادي وروح، خلاص راح هادي. مش انا عرفته ايه راح فين هادي؟ طلعي هادي. في ايه؟ كنينة هادي حبيبي. المز ده يا خالي، المز، المز، المز. ما بشويش. سيبني بقى بطريقتي انا. لا بطريقتك ايه؟ بشويش يا كابتن. انا خايف، انا نفسي. ايه الصاروخ ده؟ يا صاروخ ارتحت؟ ارتحت؟ كانت السلعه هتاخدها وتمشي دلوقتي. الحمد لله. اوعى من وشك. ربنا ستر. ربنا. اجري يا بنتي، اجري اجري اجري. بعدين في موسم التزاوج ده. خد يلا هات صاروخ، يلا. تعالى يا جرسون. يا باشا يا كامل بيه. تعالى يا جرسون. لا دخل قبل كده ده. حي الناس، حي حي. ايه ده؟ انت بتحيي ازاي؟ ده سقفوا اكتر من اول مرة. ما دي بتاعت الاحراج دي. ايوه. انت حييت ازاي؟ عملت ايه؟ نيلي بتحيي. هو كل واحد يغير البدله يسقفوا له. انا هخش بالتيشيرت المره الجايه. بس المره الجايه واضح ان في 8 لسه جايين. ده قرايبك دول. تعالى بس. المهم يا جرسون. ايه رايك فيا يا كامل؟ شكلك بقيت جرسون بالظبط. اهم حاجه تعرف تشتغل جرسون. ايوه اتدربت كويس وبعمل حركات بالصينيه. بص بص، شفت الحركه دي؟ حركه ايدي كده. طيب ماشي حاضر، اوريك حركه حلوه. اعمل تاني كده. حركة قديمة وحافظينها. ملزوقين؟ لا مش ملزوقين. اه ايه ده؟ طب فك دي كده. لا دي ملزوقة. امال دي ازاي؟ لا دي بمغناطيس. يا على ما قلبك. عليك مقالب بفلوسي. ايوه صح. اعمل اللي انا عايزه مش انا باشا. ايوه انت انت ايه؟ باشا. انت ليه بتقلب ديك رومي باشا؟ تعال يا حاج. بص يا باشا، إيه انت رأيك؟ دلوقتي بيت جرسون. انا جرسون. وسليمان شغالين في جوه، قربوا يخلوه بيه. ايه سليمان نظفته؟ كويس نظفته. ده بنحلق له دقنه بمكنه جز الحشائش جوه. دقنه. ده حلقوا له دقنه، لقوا مفاتيح ضايعه منه زمان في دقنه. لا حجه البيت بتاع سته لقوها واقعه. طب كويس، ده كانوا قلبين عليها الدنيا. قلبين انا مش عارفين يحلقوا سوالف جوه. ليه؟ في قطه والده، اي حد بيقرب بتخربشه. بس ما تقرفنيش من حياتي. ده دخلنا نحميه. انا عايزك تحميه كويس. دخلنا نحميه على اللي عمله. يا لهوي. عمل ايه؟ شرب ازازه الشاور جل كله. انت مجنون؟ والله شرب كله ما ساب لي بق. انت بتشرب شاور جل؟ اصله بالفراوله. اصله بالفراوله. حلو. انت بجد بتشربه؟ ده لا ده صابون. ما انا بغسل كليه. باخد كده وادي الكليه فم واجي نفضها. الكليه بتنفضها؟ بتنفضها على ايه؟ على الحجاب الحاجز؟ يعني بنفض الكليه؟ معلش بص يا باشا، انت برضه بتجيب شاور جل حلو قوي، ابعت لنا من الجراكن ده الطعم. الطعم؟ خلاص كفايه شرب صابون. خلاص. بص وشك بقى عامل ازاي؟ ووشك ما بينضفش برضه. ما تشرب صابون مهما تشرب. عشان ده جوه انا نضيف من جوه. ايوه ايوه. بص يا باشا. انا دلوقتي ظبطت كل حاجه وجبت طقم خدامين ما يعرفوش ان انت مش عارفني. لا انا جايب طقم جداد. انا سليمان الجرسون. اتعامل معاهم ان انت جرسون. ماشي اتفرج عليا بقى. هو ادخلك خدامك. تعالي. ايه ده؟
انت واقف كده ازاي؟ ايه ده صح؟ ازاي واقف كده؟ وقفه صعبه ها؟ وقفه صعبه. اوريك على حاجه اصعب؟ لا لا ايه علي يا مجنون؟ ما تخاطر بحياتي. ما هو هتعمل كده ليه؟ اخاطر بحياتي؟ لا ما تخاطرش لا ايه علي يا مجنون؟ محتاجينك فين؟ برضه في حد يقف على رجلين الاثنين؟ معلش ما. دي سؤال مصري زي اللي هو انت نايم تقول له اه نايم يقول لك طب كمل نومك. معلش احنا أيوة. بنبقى ضاربين بانجو في اسئلتنا. معلش سؤال مصري. معلش انت مين بقى يا عم الاجنبي؟ انا 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 اللي مدربه على الوقفه دي. هدربك على قعده هناخد بيها بطوله القعدات ان شاء الله. بس يا رب لا عليك تبقى مشطاف. فور سيزون دايما. فور سيزون انت مالك خلاص. اهدى يا حبيبي مالك. بس روح يا بيه شوف شغلك. اشوف شغلي؟ اه حلو. ايوه حلو اهو. زعقله ده جرسون اديله. روح شوف شغلك. انت بتكلميني كده ليه؟ يعني ايه كده ليه؟ انا بسعى. انت مش عارف انا مين؟ انت انا سليمان الجرجرسون. الايه يا اخويا؟ قلتها بلحنه عشان تتسمع. انت كنت هتقول سليمان الجرجرجرسون. ما تقول الجرجرجرجير. معلش ده سليمان الجرسون وانت لازم تديله عشان انت شكلك خدامه مهمه. حضرتك مين هنا؟ انا مديره الخدامين. حضرتك مين؟ مديرة الخدامين. ايه مديرة الخدامين؟ يعني ايه مديرة الخدامين؟ يعني مديرة الخدامين؟ ايوه صح. يعني واحد يجي لي كل اختمي لي المقشة دي والنبي تسوي. لو عايز حاجة من الهلال والنجمة نعرف مديرة الخدامين. اسمعني. والله كان عندي جاروف عايز ادخله المدرسة. ندخله وينفع في الحوش ما تقلقش. ما تقلقش هينفعنا. ما تدخليش أي مساحة المديرة مش فاضية. اسمها مدبرة منزل مثلا يا اخي. لا مش مثلا احنا هنعديها. اسمها مدبرة منزل. يعني ايه مدبرة يعني منزل؟ بتدبر للمنزل يعني. شو لك مسكنا الراس المدبرة؟ هي ايه دي مدبرة منزل صح. تلاقيش يا فندم كله جاهز والجرسون ده عايزك تنفضيه النهارده. اه هزقيه على قد ما تقدر. تعالى لي بقى. ايوه يا فندم. تعالى هنا. نعم. نهارك اسود. ايه يا فندم بتشمي ايه حضرتك؟ انت ريحتك حلو قوي كده ليه؟ الله يعرفك. ايه ده؟ والله من الصبح عايز اقول الريحه الحلوه. ريحتي حلوه انا. ايه المشكله؟ كده محدش هياخد منك حاجه. ليه يعني؟ هيبقوا عايزينك تلف حواليهم عشان يشموك. ايه المشكله؟ طب حاجه كويسه. لا لا طبعا. تعالى انت كده. ايوه ده المثال. ده المثال. هو ده. ده ريحته رنجه. لا 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 ده انا بحط اسانس بصل تحفه. ايه اعمل لك تركيبه منه. لا شكرا. والله على خلطه توم جرامين توم معاهم بيبقى تحفه. لا لا شكرا ربنا يخليك. خلاص ماشي يا فندم. يلا عشان نشوف شغلنا يا استاذ. اتفضل 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 على مكتب المديره هتلاقيه على الباسكت جوه. المدير تخدم معاك. اتفضل اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. يلا انا هتفضل اهو. اتفضلوا. يلا يلا اتفضل يا باشا. بصوا بقى الجرسونات السيع. يلا ده شايل سامسونايت معاك. الحقوني. يا لهوي يما. أفاجك. إن شاء الله أقرب منك يا واحد. لا أفاجك. أقرب منك عنتين. أفاجتك. يا بنت اللزينة. يلا بقى يا معلم عشان أنت اللي عليك الدور في اللعبة. لو النبي يا معلمة سيبيني دور كمان. لا بقول لك أنت كل مرة بقى عليك الدور تقول لي سيبيني دور كمان. تصدق بقى إن أنت راجل ألف ألف. ألف ألف. ابن أمك. خلاص بقى معلمة فكينا من اللعب الصغار ده. ما تبقيش وليه به كام؟ به كف براس كلبة. المهم اه ايه رأيك في الأناقة والألاقة والشياقة اللي أنا فيها دي؟ ده إيش 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 يا ديك العشة دي مش ليك. واخد بالك من الدروس اللي أنا لابسها؟ دروس؟ ده أنا دروسي وجعتني من الدروس ده يا معلمة. لعلمك الدروس ده فيه أوبشن. إيه الأوبشن؟ خد بالك كده منه وهو بيتحرك معايا. خد بالك كده. بص إيه ده شلال؟ بص كده. ايه رايك؟ يا ريتني كنت جبت مايو يا معلمه وبلباط. بس انت ايه الاناقه بتاعتك دي؟ يعني بص يا معلمه بقى شويه شياكه على شويه لباقه على شويه وقاحه. انا بس عايز اسال سؤال. اتفضلي يا معلمه. هي دي كرافطه ولا كفويه؟ لا ده انا بنف فيها. هتلاقي قريبه من مناخير عشان فاهمه واقوم مكمل كلام عادي. بس بقول لك يا معلم. اه الحفله دي باين عليها جامده جحده اخر حاجه. اه يا معلمه. يا ترى انت جايبنا هنا ليه؟ اقول لك يا معلمه لم تهمين. لم تهمين؟ listen to me. قول يا بروف. الراجل صاحب الفيلا ده راجل غني جدا جدا جدا. طب وانت عايز من راجل غني جدا جدا ده؟ هنحتاجه يا معلمه. انت طبعا عارفه ان انا راجل تهته. تهته؟ تاجر توم. طب ما انا تهبه. تهبه؟ تجرب بصر. اه
عايزين بقى نحط التيه على البي ونفتح محل نسميه تيه ألف بي. تيه ألف بي؟ توم أند بوصل. الله، يعني أنت عايز الراجل الغني ده عشان يفتح لك محل كشري؟ الموضوع مش معدل يا. لا معدل يا معلمة، هو محل الكشري ده مش بيحتاج تراخيص. آه. التراخيص دي بقى بنجيبها من مين؟ من بتاع البلالين. مش حلوة، مش حلوة، وشكلك وحش قدام الناس. يا معلم فين؟ والله أفورتي قوي والموضوع طلع يا معلم عيب. عيب ايه والله كده شكلك أحلى. خلص هيجيلك رم. هيجيلك كرمان يعني لو سلمت هترجعي؟ اه يلا يا معلم. السلام عود حميد. يا معلمة افهمي، التراخيص بنجيبها من ريه ألف. ريه ألف؟ رئاسة الحي. تصدق إن أنت دماغك ألمظات؟ وتصدق إن أنت دماغك جيم كف. جيم كف؟ جزمة قديمة. مش حلوة. عجبت الناس. مش حلوة أفلاك دلوقتي. والله عجبت الناس. أنا بقولك. عجبت الناس، ما بيش تحجري على حق حد. أنا عندي فكرة أحلى. قول يا معلمة. إحنا بدل ما نفتح محل كشري أو محلين كشري، نفتح مصنع كشري كبير يجيب لنا التراخيص بتاعه. وهلا هلا 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 عليك يا شلبوكة. ايه يا معلمة في ايه؟ ده ذاتس نايس ايديا. عرفت بقى ان انت اللي دماغك شيم به. شيم به؟ شبشب بصباع. مبروك علينا الشراكة يا معلمة. مبروك علينا الشراكة يا معلم. يا معلم في ايه؟ سيب ايدي. هو انا جيت جنبك؟ ما تسيب ايدي يا معلم. ايه يا معلمة في ايه؟ أنا قصدي يعني طالما شاركنا في الشغل نشارك في الدنيا. قصدك إيه؟ قصدي أكتر حاجة بحبها فيكي هي دي. هي دي. ضحكة أهلك. وأكتر حاجة بحبها فيك هو ده. هو ده. هو ده. هو ده؟ واللي يهزر معاك يجي له صليب يا معلمه. اخر واحد عملت له كده جبت له التصاق في الفخزين على طول. لزقت الراجل في بعضه. اه طب انا هلحق اقول لك على اللي جوايا بقى يا معلمه قبل ما اموت. قول. يعني انا بصريح العباره كده عايز اتجوزك. انت عايز تتجوزني انا؟ اه. لوحدك؟ يعني اللي ربنا يقدرنا عليه اعمله. ما قدرنيش بقى يقدر الورثة بقى هم بقى يعني يكملوا مسيرتي من بعد يحكوا عني. يا معلم افهم. ايه يا معلم؟ انا اللي اتجوزني لازم يبقى معاه ته به دال. ته به دال؟ تصريح بالحمولة دي. ايه يا معلمة وانا اتجوز تريلا؟ تريلا؟ اه. طب تصدق بقى ان الناس عندها حق لما بتقول ان انت نون الف. نون الف؟ نادية انور. ايه مكسوفة؟ ده انت مدنوقة. ايه انت يا استاذ سر مفرش السفرة وجري. يا استاذ مفرش المقلب. مالكش دعوة بالمفرش المقلب. عازم ضيوف بيها خد المفرش المخطط. مالكش دعوة. ده انا نفخه بالعافية كنت اكتب عليه الف مبروك راس السنة. البالون الكبير ده. لا 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 انا جايب بالونة اكبر من دي. بقول لك إيه؟ ايه؟ عملت كله تلاك عليه؟ عملت سلطان بيه وكله جاهز. نظفته؟ نظفته. أهم حاجة طول الحفلة أنا مش سلطان بيه. أنا سليمان الجرسون. أنت أه أنت مش سلطان بيه؟ أوعى تغلط عشان نضحك. لا أنا عشان لما الناس تتعامل معاه نضحك. هو جاهز. هو سليمان جاهز. هو سليمان وأنت أنت متلخبط ليه؟ معلش. هو سليمان. أه ماشي أنا سلطان. دلوقتي عكسنا. بقيت أنا سلطان بقيت أنا سليمان وهو سلطان. يعني إحنا معانا اتنين سلطان واتنين سليمان، صح؟ تحب تاخد حاجة معاهم؟ مع السلطان بقى نقدم لك مشروب الهبل هيعجبك. مشروب الهبل ايه؟ انا مش فاهم. هاتوا يلا الحفلة هتخلص. انا هدخل سلطان. يلا بسرعة. فليتفضل سلطان بيه الجديد. ربنا يكرمك يا سعادة الباشا يا رب. ربنا يرزقك ما يحرمك. ربنا يخليك. بطل شحاتك. بطل شحاتك. ليه؟ في باشا باشا يخش يخش. ربنا يخليهم لك يا سعادة الباشا. يعني ايه يعني؟ الناس هتصدقك كده؟ ربنا يخليهم لك يا رب. لا
ما تسوقش سمعتي. حاضر يا باشا. خليك باشا. حاضر باشا. ما يكلمش كده. حاضر يا باشا. باشا يكلم الناس من فوق. ايه ده؟ من فوق فين يعني؟ هطلع لهم البلكونه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عاملهولي ده؟ باشا بقى. ده باشا روش قوي كده. لا لا هو الجو برد. ايوه خليك كده. لابس كلسون؟ اوعى البدله تنسينا اصلنا. خلينا بالكلسون الدفى الجميل. ربنا يكرمك يا باشا. الوحيد اللي كان بيحن عليا طول ما انا واقف يعد عليا يديني اي فلوس. مش هحكي على الثواب. ولا الجزمه الابيض في اسود اللي انت اديتها لي. دي بتاعتي. دي جزمتي. انت بتتشحطوا جزمي؟ لا مش اتسرقت منك؟ ايوه خلاص انا طلعتها لي. لا ما فيش. ايه؟ لا ما معلش. جزمه اللي هي التاكس الابيض في اسود. ايوه حلوه دي. اه معداد. يا ده انا بعتها ب 25 جنيه. بعت جزمتي دي ب 5000 جنيه. جزمه ب 5000 جنيه؟ اه. ليه بالباشا بتاعها يعني ولا ايه؟ باشا بتاعها ازاي بس؟ ربنا يكرمك يا باشا. يا ما تتكلمش كده. بقول لك كلم الناس من فوق. حاضر يا باشا اكلمه من فوق. حاضر. لا لا قصده من فوق يعني. بص فوق انت بتكلم الناس. فوق اكتر. فوق اكتر. ايه رمضان بكره؟ كده بتشوف الهلال. قصده من فوق يعني. كلم الناس كده. ازاي يعني؟ من فوق يعني كلمهم بتعالي وفخر وعظمه وتعالي. تعالي تعالي تعالي. طب تركنهم. طب اعمل ايه؟ تعالي تعالي. انسى الحاجات دي. حاضر. انسى السايس والشحات. حاضر. وانسى الحاجات اللي انت فيها. حاضر. انت دلوقتي باشا. حاضر يا باشا. باشا. حاضر. عارف عليه باشا؟ يعني ايه يعني باشا؟ لما تيجي تسلم على حد. تيجي تسلم على حد تسلم عليه من بعيد. تسلم عليه من بعيد. ايوه. دي هربت مني. معلش راس السنه ضارب عرق سوس ومقفر هو. معلش ماشي. من بعيد. انا مثلا واحد ضيف في الحفله. أيوة. هشوف سلطان بيه. فهقول له اهلا سلطان بيه ازيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله سلم عليها كده من بعيد. اهلا وسهلا. ايدي بس 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 بس. يا دلوعه. ما بتجريش. دلوعه قوي. انا اسف. من بعيد ازاي يعني؟ مش كده طبعا. من بعيد بس من قريب يعني. انت بتبقى بعيد بس مقرب. هو مزود جزء ده على الرسوس فبيعمل دماغ هبل قوي. معلش عارفه تعمل ايه؟ من بعيد بس من قريب. ايوه. حاضر يا باشا. ماشي ماشي. ايه ده هو سلطان بيه فين؟ اهو. ازيك يا سلطان. لمست واحد زف. والله لمست. انت اللي فيها ما تعيطش. العب تاني. العب تاني. هقلعك هدوء. العب. العب. يلا عايزين نكسب. يلا. من بعيد بس من قريب. يا ترى سلطان بيه فين يا ترى؟ سلطان بيه. اهلا اهلا يا سلطان. وقعت تاني. انا اللي فيها. خلاويس. خلاويس. اجيب البوليس. هتموتوا وتلعبوا معانا. هيموتوا كده. يعشق الهيافه الباشا. ايوه ايوه يلا نلعب. على العالي. شيك على العالي. شيك على العالي. انزل يا باشا ما يصحش. يلا انزل يا باشا. تعال نلعب عنكب. تعال عنكب. شد واركب. مشيناها عنكب بس. معلش هو قديم. دي لعبه سبعيناتي ما اعرفش جبت منين. ايوه اصل ايه مالها السبعينات. اغلط اغلط. مش قصده. مش قصده. انا قصدي سبعينات قاف ميم قبل الميلاد يعني. ما السبعينات ده عز الشباب ده. الله يخليك. شكرا يا حبيبي. حبيبي انا عايز اكمل في الفرقه بس. يا انت اهم حاجه وانت باشا. أيوة. ازاي تتعامل بالفلوس. ايوه ازاي بقى معاك فلوس وتطلع فلوس من جيبك. أيوة. تديها للناس. انا ادي الناس فلوس. ايوه انا اخد بس يا باشا. تاخد ايه يا ربنا يكرمك وتدونا اي حاجه. يا انت مش شحات دلوقتي. ايوه يا ما باشا. ما تسوقش سمعتي. حاضر يا باشا. خد فلوس اهي. يلا ورينا تتعامل بيها ازاي. اتفضل. الله الله الله. ده باكو عز. ده باكو امتناه. انا اول مره امسك في ايدي باكو. واللي جوه ابيض. طب دريتك يعني في الاول ورق وفي الاخر ورق. انتاج ضعيف. جبتوا لنا الكلام. جبتوا لنا مين حضرتك؟ المنتج. انا ممكن اجيب ده حقيقي بس شوف مين اللي هيقبضك بقى. هاتوا كل ابيض. هاتوا والنبي علينا قصاد. بس ساعدوا يعني. انت اعمل شحات عشان هو يطلع فلوس. اعمل شحات. ايوه ماشي. انا الشحات. وانت هتعطف عليا. حاضر ماشي ماشي. انا هعمل شحات. يلا كامل. انا فرحان قوي النهارده بجد. ده احلى راس سنة. يا ابني اسكت. يا ابن
اسكت بقى. البنت يوم اكيد هو صغير كان بيتعامل كده. ده والده المفروض يجيب له منوم. يلا ورينا تعمل ايه. اشحب بقى. يا عالم بحال الناس يا رب عاجز نظر وعاجز نظر. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ايه ده؟ لا 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 سيبك من البهوية. انت تشحب معاي. اشحب معاك ايه؟ انت تعمل فلوس كده. فلوس ايه بس؟ مش قصدي كده. اسمع بس والنبي يا باشا اديني حاجة. لا. يلا يلا اجري 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 روح اشتغل. ما انت زي الثورة اهو. ابوس ايدك شحني. يلا اتكل على الله. طب وحياة المدام اديني حاجة. ده لو دي المدام يا نهار اسود على اللي هيحصل. بس بقى ما تكسف الله. اديله حاجة ولا في الازاز يا اخويا. عايزين نقعد نتشمس. انا هقفل الازاز واطلقك. بنقفل الازاز عشان الشحاتين دول. ايوه فرق ازاي انت ربطه بدبانة. اقفل انت كده بتقفل الازاز. يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه رد عليا يا بيه يا بيه ده انتوا مايم يا بيه. انت كده بتقفل الازاز. تخيل. يلا هو كده الشحات. حلو قوي. عايزك بقى اول ما تتزنق ادخل الحمام على طول. لا ادخل حمام ايه؟ على السور بتاع الفيلا. سور ايه؟ سور ايه؟ سور الفيلا ده انا كنت عايش. لا لا. عايش فين؟ السور بتاع الفيلا. وانا اقول ده السور وقع مرتين انت السبب. تقريبا. ايوه. تقول له كلمه غير يتزنق برضه. يعني انت اول ما يعني يبقى حواليك ناس ومش عارف تتصرف كلمهم بقرف. كلمهم بقرف؟ كلمني كده بقرف. خخ ايه؟ قرف. مش للدرجه دي. مش ده قصدي. مش القرف ده لا. يعني كلمهم باداء الليمونه. عارف لما تبقى واكل ليمونه؟ ليمونه معصفره؟ العصفور واقف في زورك؟ معاه خياره مملحه قوي؟ اتكلم بقى. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ ايه ده انت كنت باشا قديم ولا ايه؟ لا كنت ترشدي. ايوه حلو قوي ده. انت هتكلم الناس كده وكأني في سيجار في بقك في جنب بقك. بتكلم بقى السيجار في بقك. راسك فوق ليمونه جوه زورك. يلا ايه؟ ما تخوفونيش منكم. انا مش ناقص. هات حد يربطنا بسلاسل. حد يربطنا. رباص يا ريس. انا حاسس انه اخر يوم ليا. همشي ابقى ذكرى جميله. يا ابني فوق بقى. ونقول كان بيصور في الايد. ماشي؟ الكلام يبقى عامل ازاي؟ ها 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 ها. ايوه اشتم اللي قبلك. اشتم يا قلب. ايوه لانها مش باينه اصلا. يلا عشان بوقي وجعني. يلا اتفضل. طب بقول لك ايه؟ نعم. مش هنضرب لقمه ولا ايه؟ في باشا يقف كده يقول لك مش هنضرب لقمه ولا ايه؟ انت صنايعي. ما نخش نضرب في المطبخ ولا انت ايه دي يعني؟ هي دي نضرب مطبخ. تاكل في المطبخ. وناكل فين؟ تاكل في السفره. تاكل في السفره. على السفره. تقعد على السفره تاكل عليهم حاجات مع ان السفره في المطبخ اصلا. انا سالق لك شويه عظم انما بس هيقفشوا في بعض. يا سلطان سيبوا بعض. يا كمل. يا سلطان هيقعد رجله. يا سلطان شيري. يا سلطان بدور عليك بقالي ساعه. حبيبتي عامله ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك؟ لا وحش قوي. النهارده عامل جرسون وحش. ايوه ما مش ايه اللي وحش؟ اللبس. ايوه مش مشكله. اهم حاجه انا جبت واحد شحات لبس لبسي بجد وعامل نفس سلطان والناس بتتعامل معاه ان هو سلطان وانا اقعد اضحك بقى. طيب خلاص ماشي. نعم. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ انا مكتئبه قوي. ايه اللي خليك مكتئبه يا روحي؟ كاوتش عربيتي فسه. ايه ليه دي داخله عليا؟ قولي اتخرمت مش فسه يا باشا. في ريحة وحشة بره. دي منك ولا من الكاوتش؟
في واحد انت سلطان بيه وهو سليمان الجرسون. انت بيت سلطان مش انا بقيت سلطان. هو الجرسون وانت بقيت الجرسون. هي عارفه عموما. وانت بقيت ايه؟ لا انا سواق زي ما انا. طب ما تغير. اغير اعمل ايه؟ اعمل بتاع شاي. يا لهوي عليكم. يا لهوي. طب يلا يا سلطان بقى انا همشي. همشي تروح فين؟ همشي. همشي تروح فين؟ انت جيتي ها؟ ايه؟ خلاص العجله مخرومه. هتمشي تروحي فين انت؟ هتسيب الحفله وتمشي؟ معلش لازم تقعدي معانا شويه. فكرت خلاص. بص انا دلوقتي لما الكاوتش بتاعي اتخرم وكده بعت جبت عربيه من بره. والله؟ اه. طب حلو عشان الكاوتش بتاعك اتخرم تبقى تجيبي عربيه من بره؟ لا عشان فسه. يخرب بيتك. خلاص بقى. طيب عموما بعت جبت عربيه من بره ومحجوزه في الجمارك، ممكن تكلمني حد يخرجها؟ اكلمك رئيس الجمارك. ماشي. خرجها لك. الو؟ ايوه انا سلطان باشا. ايوه في عربيه عندكم في الجمارك. ايوه شيري. لا مش نوع العربيه دي، خطيبتي اللي اسمها شيري. ايوه مع السلامه. تجده يا فتوق لدمك. خلاص خلصت لك كل حاجه. طيب يلا نروح بقى نتفرج على الحفله. يلا يا بيبي قدام. اتفضلي يا حبيبتي. الفسه. اه حار السلاح. حرس سلاح. حرس حدود. حرس حدود. مصر مقرصة. يا لا انت انا متخلف لسه. لسه متخلف. ايه. اسلاء. احيان. 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 ايوه كده. عادتني منك لله. اوه. ها ايه اللي انت لبستهولي ده؟ انا بقول لك اتنكر بتتنكر في سعد معوض. ما قلت لك البس جلابيه، انت بتلبس زيه وخلاص. ما عرفت بقى احنا دلوقتي اتنكرنا عشان نقتل السلطان، تمام؟ لو حد سالك احنا مين هنقول لهم ان احنا تجار زباله، تمام؟ تجار زباله؟ اه عارف تاجر الزباله بيعمل ايه؟ اه يا عم بيعمل ايه؟ تاجر الزباله يعني انا دلوقتي هشوف السوق مثلا بتاعي فيه بكام؟ لقيتها ب 5 جنيه ابيعها ب 50 وبكده ابقى تاجر زباله. انت كده انسان زباله. تاجر الزباله اللي بيعيد تدوير الزباله تاني. الورق البايظ تدوير الزباله عارف ازاي؟ اه فهمت. بتعيد تدوير ازاي؟ ورق بايظ اهو عيد لي تدوير. ورق بايظ الزباله كده. اه روح رميها كده. أيوة. واعيد تدوير عليها. راحت فين الزباله يا ولا؟ راحت فين الزباله يا ولا؟ كانت هنا يا ولا. راحت فين؟ الاقيها اجيبها لك وهي دي عدت التدوير. اما هي دي عدت التدوير. اه بس عند الحمير يا ابني. إعادة التدوير بتجيب الزبالة الورق البايظ توديه المصنع يرجع تاني ورق جميل وكشاكيل وكراريس. خلاص؟ خلاص فهمت. يلا لو حاجة بقى دلوقتي بقى أنت إيه غيبتها؟ إيه؟ إحنا لازم نتعلم اللغة المصرية عشان ما نتقفش ولا نتعكش. نتعلم اللغة الإيه؟ المصرية. المصرية؟ آه. ما إحنا بنتكلم عراقي كده دلوقتي ولا بنتكلم؟ ما إحنا بنتكلم مصري. حمد إحنا المفروض نتعلم اللغة الفرنسية عشان لو رجعنا فرنسا مش هيدخلونا. خلاص استنى بقى عشان امك بتتكسر. امك؟ أوه. امك الفرنسيه؟ ايوه. لا دي عايشه طول عمرها في فرنسا دي. اخو؟ اما ماغ؟ مامته ما بتعرفش عربي خالص، فرنساوي بس. اخباري خير؟ سويه فرنساويه من كله كله وخيخه جوه فرنسا. اما عاف خيخه وخيخه وخيخه. اخو ازيك؟ عامله ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت فرنساوي سعيدي؟ انت غبوظت لنا بقنا. سغامه مخها في خوخك ده القرف ده. خلاص ماشي. لو حد سالك احنا مين، احنا تجار زباله واسامينا مش كليبر وفريزر. اسامينا هتبقى ايه بقى؟ بص انت هيبقى اسمك الا اهلا اهلا مساء الخير. الايه؟ ما انا ما لحقتش. مساء الخير. ما لحقتش دخل لم الورق. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. ازيك؟ ازيك يا فندم عامله ايه؟ ايوه مدام فريزر. ايوه بس عشان حضرتك بس الهاله اللي عاملاها على راسك جميله. هاله ايه؟ لابسه كوزلك. انت بتبيعي سمك؟ حضرتك انا ذكر. اللي انا ذكر ذكر بط. ايه ايه ده؟ انا ذكر وفرحان قوي. ذكر ميل.
ميل. ميل. ماشي يا ميل. اهلا ايميل، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. انت مين؟ انا مين؟ ايوه انا انا رابح صقر. انت رابح صقر؟ ايوه انا رابح. انت سجر. النجم الكبير رابح صقر؟ طبعا. ايه ده ازاي يعني؟ زي ايه؟ ايه ده؟ وحضرتك مين؟ انا خاسر صقر. يعني ايه؟ هو رابح وانا خاسر، ما احنا كنا في المسابقه، الصقر عدى هو جاب وانا ما لحقتوش. قولوا ها. فهو رابح وانا خاسر صقر. والله بجد ده اسمه خاسر. اسمه خاسر. انا نبيل شعيب. انت نبيل شعيب؟ ايوه. ورابح صقر؟ ايوه. لا نسمع حاجه بقى. نسمع طبعا. نسمع حاجه. يلا سمعنا حاجه يا رابح. يا طيب القلب. مش هو ده. وينك؟ مش ده اللي بيغني؟ مش ده لك يا حياتي، مش كنت حبك يا روح الروح الباسدي. تعال يا جماني، تعال تعال. لا والله تعال يا جماني. ولا عاشق الرقص وبشكلني حبك يا روحي روحي بشكلني. خلاص يا جماني خلاص هنكشف يخرب. وبشكلني حبك يا روحي روحي بشكلني. وزعلني اهدي مالك. والله الدكتور يقول لي اهدي يا جمانة. اهدي يا جمانة. والله اهدي خلاص. والله عندي هدايا. هدايا هدايا ايه؟ معلش يا خليجية من سوهاج. والله اكيد. والله عندي في القصر قصرية. والله والله عندك في القصر قصرية. هي بتحب تمزح. والله كلهم بتمزح على السلم. والله والله زي ما بقول تدري ليش ازعل عليك عزك. والله خلاص يا جمال احنا الكشف يخرب بيتك. والله والله عسل. اكل الموزه كلتها كلتها. انت منين؟ والله من خليج. انت من خليج ايه ده؟ من خليج نعمه ده. ايوه خليج ايه ده؟ من خليج نعمه من شرم الشيخ. ماني قاعدة ماني قاعدة اني اني وي وي اني 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 وبشكلني حبك يا روحي روحي وزعلنا لسرنا. والله كان شعري لحد كعبي. شعرك؟ وين اللي حصل؟ ايام الغزو. والله غزو خذوا شعري. والله انت ايام الغز مش ايام الغزو. كنت يا زمان. ومن فيكم اشتر والله الحركه دي اللي عجباني. والله والله عندي مصاري ما اعرف اجيب بيها ايش ولا ايش. والله زين. والله والله معها مصاري. والله بقينا مصر. والله شوفها. والله والله عشان مصاري. والله انا انت مين؟ ايه انتوا عايزين ايه؟ نمين؟ ايوه عايزين ايه؟ جايين ليه انتوا هنا؟ جايين نحتفل. جايين نحتفل. هنا احنا احنا نبيل شعيل؟ اه ايوه. ما تغني لنا حاجه نبيلي. نبيل شعيل اسمها نبيل؟ اه. ما رواك عجب واخطر من الخيال. عشان العرب. عشان العرب. العرب لا لا جميله. هو رابح صقر تقريبا غنى بصوت الصقر مش انا. ده ده صوت الصقر اكيد مش بني ادم. ايوه ايوه ايوه. انا نفسي اعرف انتوا عايزين ايه. احنا جايين عشان خاطر نقابل السلطان عشان نعمل معاه شغل عالي. السلطان ايه؟ انت في تركيا؟ هو اسمه سلطان. سلطان بيه. الله هو المناصب ببلاش عندكم؟ سلطان وبيه كمان. هو هو اسمه سلطان مش لط يعني. هو اسمه كده اسمه. ايوه يبقى احنا عايزينه بقى عشان في مصلحه كبيره هنعملها. ايه المصلحه اللي عايزينها منه؟ عايزين نقتله. ايه نقتله؟ ايه طلع ايه في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ احنا المفروض نقابل السلطان عشان هنعيد تدوير الزباله. ما بتقف ما بتقف في الاول ليه؟ ما انت حمار. انا الاريا. انا مش فاهم حاجه كده. انت هو قال نقتل ولا قال حاجه؟ انت هتقتل قلت. مفيش. انت عايزه ليه؟ قول لي. احنا جايين نعيد تدوير الزباله مع السلطان. مشروع كبير ضخم نكسب فلوس. مصلحه يدينا مصلحه نديله مصلحه. يعني انتوا عايزين مصلحه زباله مع سلطان بيه؟ ايوه ايوه. طب عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ عشان سلطان بيه يعمل لك اللي انت عايزه لازم تنافقه. انافقه؟ اه. تقول له كلام نفاق. ايوه. تقول له كلام حب اوفر. ايوه. تنفخه. ده انا هنفخه. لا اديني انا نفخه اما اشوفه. إيه؟ هنفخ واجيب العصاوه على كرشه. واحد انت هتذبح. هتجيب العصايه وشفيه. شفيه ايه انت؟
زي ما انت عايز. انتوا هتقتلوه بجد ولا ايه؟ لا ما هننفعنا زي ما انت قلت. ومين فيكم اسود؟ النفخ حاضر ماشي؟ عايزك بقى مش الكلام ده مش ليكوا بس، الكلام ده لكل الناس اللي في القصر. من عينيا. ماشي عايزك تبلغ كل الناس عشان يعمل لهم أي مصلحة لازم ينفخوه، ينفخوه، يقول له كلام يتمحلسوا له. ده احنا هنمسح له بقه. يتمسح له بقه ازاي؟ يتمح له بصله، اصبر أنت بس مالكش أنت. بقول لك إيه الراجل ده شكله خطر وفاهمني. ما أنا مش عارف أعمل له إيه. كلم فرنساوي الواد ده فاهم مصري. فرنساوي؟ آه. جومابيل. ده الفرنساوي اللي أنت لو راجل رد. جومابيل. جارس بيل. أن دو تروا كات سانكس فيري ماتش. أنا عندي أنا الدنيا والله هاجي هاجي ماشي يا جمانة خلاص؟ إيه عايز إيه؟ السلطان سلطان بزمانه جاي دلوقتي تمام عايزك تقول له كلام حلو زي ما اتفقنا ما بقولش كلام حلو غير الستات يعني إيه ما بتقولش كلام حلو؟ هو جاي دلوقتي تقول له كلام حلو بص اعتبره ست وقول له كلام حلو ماشي خلاص خلاص عشان يعمل لك المصلحة حاضر أهو جاي أهو أهو يا حلولي يا حلولي يا حلولي اهلا اهلا ازيك يا باشا تري شانتي كريم شانتي ايه البشوات ايه امال ايه ايه الحلاوه دي يا استاذ اشرف اه اه اشتم يا يا كلب ايوه ده موافق كلمه بقرف آه كلب ايوه يا جزمة ايه ايه ادهاله لا لا المزدوجه دي في عينيه الاثنين ادهاله تقوم ادهاله في عينيه يا كلب ايه الشياخه دي شياخه فرنشاوي يا طب انا ما الناس كلهم ينافقوني واشتمهم ويوافقوا ايوه وانا اضحك لا يا راجل ايوه انت بتعمل ده كله عشان يا باشا انت تملى البيت شحاتين وانا اقعد بقى اتجنن انا راشش بره ايه اللي دخل الصرصار ده جوه راشش فين يا باشا؟ راشش بره ما انا واقف جوه انا راشش جوه ايه اللي دخلك انت جوه؟ جاي لك زياره يا ابن عمي قلت له على السلامه بقول لك ايه خلص مصلحتك وتعالى البلاعه دينتيلو مستنينا جد؟ جايب بيتزا انما ايه هتعجبك؟ ايه اطراف ايه؟ اطراف صناعيه يلا بس ايه اللي بيحصل؟ بقول لك دينتيلو دينتيلو في اسمه دينتيلو يعني دلوقتي كل الناس ممكن تنافقني؟ كل الناس هتنافقك طب ما تنادي لي كل الناس يا ناس يا اللي في القصر كل معازيم سلطان بيه اتفضلوا اتفضلوا اهلا وسهلا يا كلب حبيبي يا حمار ربنا يخليهم لك يا معزه ايوه طب ما تنافقوني انت يا باشا مش عارف انت بالنسبه لنا ايه ايوه انا بالنسبه لكم ايه انت الميه اللي في الحنفيه انت الارنب اللي في الملوخيه انت اللي حف البطانيه انت الزبيب اللي في المهلبيه انت الهباب اللي في الجلابيه ايوه يا جمانه حلوه يعني انتوا بتنافقوني ان انا يعني السلطان ايوه طبعا انا السلطان انا السلطان انا السلطان اسمي على الافيشات صوري على
مذاكرين يا رجاله؟ انا كل يوم هنا، تعالوا شلوني. ها تعالى على القهوه. ايه بس بيني وبينك، هو ده السلطان بيه. شفت السلطنه؟ لا اقنعتني بصراحه. امال ايه؟ ايوه كده، هو ده الشغل يا باشا. انا عينيا ليك، سيبني بس. بس 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 خلاص. إيه؟ خلاص قرف، تعالي عظمه. ايوه بقى يا سلطان. اهلا. ايه الجمال ده؟ ايه ده، مصنع الفتل. اهلا وسهلا. الدروس عاجبك يا سلطان؟ الدروس؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ والله كله تمام. انت اخبارك ايه؟ زي الفل. عينب الحمد لله. اصطبحتي؟ طبعا. وختمت بختم السلطان؟ ده انت طلعت ابن بلد يا سلطان. ابن بلد. امال فاكران ابن امي ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تجيب سيره الام. ليه؟ امك دلوقتي ايه؟ ابن امي. ما امك دلوقتي ايه؟ امي. امي هي امك؟ نتكلم احنا، بلاش سيره الام. اتفضل. اعرف الحاجه؟ حاجه ايه؟ يلا بس كمل. بقول لك يا سلطان، عناية. انا كنت عايز اطلب من معاليك خدمه. يا سلام، عناية ليك. انا ان شاء الله عندي مصنع كشري كبير، بس المصنع ده بيسبب ادخنه للابناء والمساكن اللي حواليا. عايزان اعمل لك ايه يعني؟ عايزك تكلم رئيس الحي ان هو ما يلغيليش المصنع يعني، ولا يشمعه بالشمع الاحمر. ها الاسم ايه؟ الكونتيسه. الكونتيسه ده الكونتينر. كونتيسه ايه؟ بعدين ايه اللي انت معلقاه ده؟ عشان عشان عندك مصنع كشري تحط المكرونه الاسباجيتي عليك؟ هرد عليه عشان خاطرك انت يا سلطان. ربنا يكرمك ويبارك لك يا رب وخليهم لي. حبيبي يا سلطان، خلي لك الرموش اللي انت حطاها. الله يخليك. عايز ايه؟ هات الموبايل. الموبايل ده بتاعي. الموبايل؟ ها؟ لا ما ينفعش. الموبايل بتاع سلطان. من دماغك. مين سلطان؟ مين سلطان؟ انت سلطان. اقول مين سلطان؟ لا ما تقولش. طب امال ايه؟ مش عايز تضحك وتنبسط؟ ومبل الشربات. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هو كتاب تاريخ. رئيس الحي، رئيس الحي، رئيس. اهو. الو اسعدت الباشا، مساء الفل. لا مش هيتكلموا انا كده. كلموا عادي. كلموا ازاي؟ كلموا من فوق. اسعدت الباشا، مساء الفل. بتكلموا من فوق كده مش هيسمعك يعني؟ بتعالي بعظمه. ايوه. يا باشا ايه، مش نمرتي ظهرت عندك؟ سلطان. عناية يا باشا. بقول لك والنبي، كان عندي خدمه في معايا واحده اسمها الاسم بالكامل. الكونتيسه الملكه المفخخه. الكونتيسه الملكه المفخخه. كنا عايزين حد يفكها والله. سيادتك عندها مصنع كشري، وبعدين في مباني حوالين المصنع. فالدخان بيضايق السكان اللي حوالين المصنع، فسيادتك عايزين نهد المباني اللي حوالين المصنع. سيادتك ماشي، خليها تيجي لسيادتك. ماشي، مع السلامه باشا. هتروحي له وتاخدي له معاكي ايه؟ علبتين كشري. عينيا الاثنين. علبتين كشري مش كشري، لا كشري. حاضر عينيا. شكرا يا سلطان، تسلم يا رب. والنبي يا فاطمه، عايزين طبعين كشري يا فاطمه. ماشي. كشري من اليوم. ماشي. ما نشوف عبد الغفور. ايه رايك؟ ايه رايي؟ انت بتتصرف من دماغك، تاخد تليفوني وتقعد تكلم ناس. انا ما بطلبش حاجه من حد. ازاي باشا؟ يعني سلطان وباشا وكل الناس تعرفك وما تطلبش خدمات للناس؟ انا اخي، انا حر. انت مالك؟ لا انت حر، انت حر، لكن انا حر كسلطان. انا حر اشوف مصالح الناس. تفكر نفسك بجد ولا ايه؟ افندية اللي عايز مصالح، اللي عايز مصالح. يا عمي يا بتاع المصالح، يا هو بتاع فريسكا ايه اللي يا عمي بتاع المصالح؟ طب ايه انت مش هتضحك؟ طب تزيد ليه يا كامل؟ مش عايز تضحك وتنبسط؟ هدينا بنضحك. ما بقتش ضحك كده، بقت نرفزه يا اخي. عشان خد موبايلك يا عم، اجيب لك غيره. اجيب لي غيره ايه؟ طب عارف ممكن يعمل ايه بالموبايل ده؟ هيعمل إيه؟ ممكن يكلم مليون الف حد ويعمل مليون مصلحه. انا ما بعملش مصالح مع حد. طب وبعدين ممكن يكلم رئيس البنك اللي انا فيه ويحول الفلوس كلها لحسابه. يحولها على حسابه هو؟ ايوه. لا الحاول يحولها على حسابه انا. خد يلا تبقى معايا. السلام عليكم يا رجاله. جمانه. مع السلامه جمانه. باش كان لي حوار ما بيننا. قلبت لنا البيت شركه والناس رايحه جايه. ما انا ما كانش قصدي اعمل كل ده دلوقتي، انا هتخرب بيتي يا كامل. انا عندي حل. انا ايه الحل؟ انا هلم كل الناس اللي في البيت ونقول لهم اللعبه بقى ان انت مش فيه. ايوه هاتهم عشان اقول لهم. ماشي كامل، يلا هاتهم بسرعه عشان انا هضيع يا كامل. حاضر. هضيع انا. حاضر ما تعيطش. بسرعه يا كامل. ما تعيطش. خلاص يلا يا اهل البيت، يا هلال اللي بتاكلوا عندنا ببلاش. انتوا يا ناس اللي مليتوا البيت جراثيم. خلاص وصلنا يا باشا. يا جماعه انا عايز اقول لكم على خبر ممكن تستغربوه شويه. اتفضل. انا مش الجرسون، انا السلطان بيه. انت عبيط ياض، انت خدام. انا مش خدام، انا سلطان بيه. ده مش صدقني. اسمع مني، صدقك انت خدام واحنا كلنا عارفين. هي دي لعبه انا كنت عاملها عشان حفله راس السنه فتبقى بشكل جديد، فلبست انا اللي انا ما بقيتش سلطان، بقيت الجرسون. وهو سليمان ده شحات اصلا. هو مش فاهم. انا سلطان. انت سلطان. انا شريهان. وانا شاروخان.
كله بقى يعني عشان بينادى على السلطان اهو سلطان اهو اه هو ايه هبت منه وقال لكم ان هو السلطان ايوه معلش يا عيني الواد اتجنن انا سلطان مين اللي عمل لكم مصالحكم انت مين اللي خلص لكم مشاغلكم انت طب امال ايه انا طالب منكم خدمه بقى ما دام انا خلصت لكم مصالحكم الواد ده والبت دي مخطوبين بقالهم 7 سنين مش عارفين يتجوزوا فكنا عايزين كل واحد فيكم يساهم بحاجه كده يعني انت تساهم مثلا بايه بالشقه مثلا الفرش الفرش انت تساهم بالفرش ماشي وانت تساهم بايه انا على طقم الجيلي طقم الجيلي ماشي وانت يا نجف وستاي طيب هي بس ناقصهم حاجه بسيطه بالنسبه للشقه مين هيجيبها بالنسبه للشقه موجوده ما تقلق حاسب حق العماره بتوع يعني كده لقينا كله بلاش دي توابع للزلزال معلش كده لقينا كل حاجه الواد ده والبنت ده البنت دي هيتجوزوا ركز معايا اتكلمت الواد والبنت هيركز ها هيتجوزوا كده خلاص ملهمش حجة تقول انت انا شكلك طيب انا هجوزهم انا هجوزهم كامل انا يلا خدهم بقى جوزهم يلا انت وانا كامل قول لهم الحقيقه كامل بس يلا اخرس يلا نتجوز يلا ألف بركة أنا عليا الفرح وأنا عليا الزفة وأنا عليا الطلاق مفيش طلاق جوزنا البت للمحاسب جوزناها يا أختي شوفي بناتك البايرة والله دمهم زي العسل دمهم زي العسل إيه؟ إيه؟ أنت بتتصرف من دماغك؟ الله مش أنا بتستعمل تليفوني ليه؟ يا باشا ما تقلقش على تليفونك قلقان من ايه يعني حولت فلوسي طبعا كلها لحسابك فلوسك اللي في البنك ايوه فلوسك زي ما هي يا باشا والموبايل بتاعك ده انت عامل له كلمه مرور انا ما اعرفش افتحه من اصله يا باشا بجد اه طبعا يعني انا طول الوقت بضحك على الناس وبفهمهم ان انا بخلص مصالحهم لكن ما فيش اي حاجه انا عملتها موبايلك اهو يا باشا وبدل ما كنت تجيبني عشان تضحك عليا كنت تجيبني نضحك مع بعضينا والناس الغلابة دول بدل ما انت بتصرف في البهرجة اللي انت بتعملها كل سنة لو خدت 2 ولا 3 كل واحد غني تبناهم وصرف عليهم البلد دي كان هيبقى حالها غير الحالة باشا عموما حاجتك معاك والبدلة بتاعتك هقلعها لك وهجيب الجلابية القديمة بتاعتي ربنا يكرمني بقى على مشاعري ودقني يطولوا خربت بيتي منك لله سليمان ايوه يا باشا استنى يا سليمان انا عايزك سليمان انت معاك حق في كل كلمه انت بتقولها فعلا بدل ما نقعد نصرف فلوسنا على البهرجه دي ممكن نساعد حد فقير ممكن نساعد حد محتاج انا اسف يا سليمان تمام بس كنت عايز اطلب منك طلب واحد عينيا يا باشا تحضر معايا حفله راس السنه دي احضر الحفله باشا يلا بينا والعم بخير ويعود علينا وتخلوا كل الدنيا من حوالينا زينة ويعود عليك والعم بخير ويعود علينا
كل واحد يتمنى حاجة يحققها في 2016 إن شاء الله.